ارتأت الجمعية الطبية لإعادة ضحايا العنف وسوء المعاملة أن تحتفل اليوم باليوم العالمي للأمهات. اليوم العالمي للأمهات هو يوم مهم جدا بالنسبة لنا، وهو التفاتة حول الأم التي ما فتئت تنتظر، ما فتئت تناضل، ما فتئت تكافح من أجل ذويها أو أقاربها أو في عائلتها الشخصية أو العامة. هذه المناسبة هذه اللي كنشوفوا أنه في العالم كنلقاو بأنه هناك حروب، هناك تنكيل، تعذيب يعاني منه عدد من الحركات الاحتجاجية والحركات النقابية والاجتماعية والصحفيين كذلك، وكنرى هنا بأن الأمهات دائما كيكونوا وراء هذا العمى أو بجانب هؤلاء الضحايا، وهؤلاء هذه الأمهات كذلك دائما يعانون من المضايقات، تنكيل وبعض المرات اعتقال. وهذه المناسبة كما قلت بأنه نلتف حولها ونصمت لها ونحاول أنه نوصل للمواطن أن الأم هي الرمز الاستمرارية، الرمز الاستماتة، رمز عدم المساومة من أجل وطن حر. في التجربة احنا ديال سنوات الرصاص في المغرب كنعرفوا بأن العائلات وجانب بالخصوص الأمهات كان دائما وراء هذه الحركة الاحتجاجية تطالب بالحرية لذويها، وهذه الحركة الاحتجاجية استطاعت مع الوقت أنها تمكن عدد كبير من المعتقلين أن يروا النور والحرية. الأم هي صديقة، هي رفيقة، هي زوجة، هي مفتاح تناضل، وبجانب زعما رفيقها زوجها وأقربها من أجل هذا الوطن الذي نناشد إليه. وكما قلت النضالات ديالها البطولة ديالها كبيرة وقوية، ولازم تكون هذه مناسبة بأنه نقدم واحد التنويه وتقدير لهذه الأم اللي لعبت دور أساسي في جميع جوانب التاريخ ديال المغرب ولا ديال العالم، واللي كانت دائما وراء عدد كبير من الإنجازات اللي عرفتها البشرية. بمناسبة اليوم العالمي أو عيد الأم أقدموا أنحني إجلالا واحتراما وتقديرا لجميع الأمهات، أمهات المعتقلين السياسيين في المغرب وخارج المغرب، أمهات المعتقلين الذين لا رحلنا ولا إلا زدنا على قيد الحياة، وأقول لهم باسمكم وبسببكم نحن لسنا واقفات شامخات، نرفع نفس الشعارات ونعيد نفس المواقف، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنكم. اليوم تحتفل النساء في العالم أو في بعض المناطق بعيد أسموه عيد الأم. هل أنا أعتقد بأن جميع الأيام سنة أو على الأقل واحد العدد كبير يجب أن يكون مناسبة للاحتفال بالأمهات وتقديم الدعم لهم وما يستحقن من تقدير ومن إجلال. كنشكر الجمعية اللي استدعوني لهذا اليوم، هذا اليوم اللي عنده واحد الأهمية كبيرة وعنده مغزى كبير وعنده دور كبير في التوعية بالدور اللي يمكن لها تلعب الأم في الحياة ديال الشخص وفي الحياة ديال المجتمعات. الأم هي المدرسة الأولى، هي المعلم الأول، المؤطر الأول، الموجه الأول. الأم هي الطاقة الأولى اللي كياخذها أي شخص مني كيجي الحياة حتى كيعود مسؤول على نفسه. كنتمنى الاهتمام بجميع النساء اللي هما أمها وشابات والطفلات الفتيات اللي غيكونوا أمهات المستقبل، بتأطيرهم، بتعليمهم، بتمكينهم من حياة كريمة باش يكونوا هما نموذج الجيل الجديد. وتحية لجميع الأمهات في المدن والقرى وجميع النساء في المغرب وفي العالم.